لمكافحة وباء كورونا، أهلا وسهلا بك في نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث. بداية أطلعينا عن الوضع الوبائي في المناطق الخاضعة للحكومة الليبية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الوضع الوبائي حقيقة غير مطمئن، ظهور عدد 20 حالة في سدها مرة واحدة ووفاة سيدتين بسرعة، يعني سيدتين ما لحقوش انهن الاولى وصلت متوفيه والثانيه ما لحقوش يديروا لها انعاش، فتره المرض بتاعها كان 5 ايام. هذا يدل على شراسه الفيروس والتقييم السريري، يعني مش المخبري لهذا الفيروس، انه هو يختلف عن الفيروس اللي طلع في بنغازي. حقيقه هو طبيعته يبدو انه هيك فيروس شرس. الوضع الوبائي الحالي عندنا طبعا الحالات في مجملها 99 حالة اللي تم تشخيصها في ليبيا، 53 حالة مازال نشطة، 41 حالة شفيت، 5 حالات وفاة، حالتين اللي في سبها وحالتين في طرابلس وحالة في مصرتها. نحن طبعا شكلنا لجان فرعية في كل المناطق الخاضعة للحكومة، منها اللجنة في لجنة الجنوب الغربي، وهي حقيقة من أحسن اللجان، لجنة نشطة ذو كفاءات، كانوا وكنا في تواصل معهم أونلاين مباشر أمس، من أمس واليوم. ففي حاجات هم كانوا موتين في طيلة الشهرين، ففي موتين أسر للحجر وأسر للعزل، لكن لا تكفي. طبعا هم موتين 20 مثلا للحالات العزل، موتين 20 سرير في غات، 30 سرير في بنت بي، 60 سرير في تراغ، 100 سرير في سبها، و10 أسرة عناية فيه في الشاطئ وفي القطرون وفي الجفرة وسمنه. لكن الجنوب يعاني من مشاكل كثيرة، أولا رقعة جغرافية كبيرة فيه عندهم مشاكل قبلية ومشاكل سياسية، وفي العموم الدولة تعاني في جميع قطاعاتها من انهيار في البنى التحتية. تواصلنا معهم اليوم، كان في اجتماع طارئ للجنة الطبية الاستشارية، وكنا في تواصل معهم مباشر وحطينا لهم توصيات، وبدأنا هنا توصيات من امبارح. نصحنا بإغلاق جميع منافذ طبعا، ونأكد أن نحن الحل الأنجع اللي يصير عندنا هو أن نحن في الوقاية. مواجهة الفيروس تحتاج إلى حتى الدول المتطورة ما قدرناش عليها، فنحن عندنا الوقاية منا فقط، أن نديروا الاحترازيات ونوتي روحنا للأسوأ يعني. طيب. طيب دكتور، الآن يعني السؤال اللي كان يتكرر أكثر من مرة هو تفسيركم من ارتفاع عدد حالات الإصابة في سبها، يعني في 24 ساعة تظهر 20 حالة، الأمر ملفت، نحتاج إلى تشخيص دقيق لارتفاع الأعداد. هل هو تأخير نتائج التحاليل في المدن ربما البعيدة، أم ربما لأسباب أخرى لوجستية، وماذا بالضبط؟ هو نحن انا كررناها كم مره، والناس هذا لازم تقعد مواجهه الوباء، هذا يقعد بالتضامن والتكاتف مع بعضنا للجميع. الاوبئه نحن في البدايه نحن لنا 2 شهر، راح الشهر الاول كان تكاتف من الجميع، من المواطنين اولا وقطاع الصحه والامن والجيش، فكنا يد واحده، فكانت ليبيا خاليه من الوباء. من شهر رمضان الجميع يعني سيب التوصيات، الدنيا كلها طلعت زحمه، ردا الميكانات اللي قلنا يتسكر، الناس ما عادش خذوا الاحتياط، العالم كله يئن من هذا الوباء، نحن مش استثناء من العالم. الفيروس فيه انواع ويتغير، هذا الار ان اي فيروس يغير نوعيته ويغير طبيعته. فالصورة الشكل اللي جاء فيه بسبها وعدد الحالات اللي طلع فيه وطريقة يعني على طول السيدتين الأصيبان ما كان على طول، في غضون أيام، هذا يدل على أن الفيروس هذا شرس. نحن لازم نعود مع بعضنا ونتكاتفوا ونتبعوا الإرشادات اللي خذيناها، لازم تقفل المدن بالكامل، المواطن ما يطلعش من بيته إلا للضرورة، ما تفتحش إلا الحاجات الأساسية. هي يفترض لو أن نحن قادرين نديروا حجر 24 ساعة ما حدش يطلع، لكن كلمة ما حدش يطلع معناها الدولة بتقدم جميع الخدمات للإنسان المحجور في حوشة، نحن ما نقدروش نديروا هذه، فلكن نزول أقل ضرر. يفترض أن ما نفتحش إلا الحاجة الأساسية وما نطلعش إلا للأساسيات، وأن جميع الوسائل اللي قلل من الفيروس نديرها، نعتني بالنظافة الشخصية، نقلل التباعد الاجتماعي بيننا، لازم نديروها.
طبعا في سبها أغلقوا المناطق اللي فيهن البؤر. طبعا المنطقة في منطقة اسمها جديدة ومنطقة اسمها المهدية وفيه حالتين من الشاطئ هذين أقفلت. لكن لازم طبعا سبها لازم يكون حاضر فيها الجيش، بنغازي ومنطقة الشرق لازم يكون حاضر فيها الشرطة، لازم يغلق بين المدن، ما فيش تنقل بين المدن. حتى لو أنا تطلع عندي بؤرة في مدينة نقدر نسيطر عليها، لكن لما تجد المدن مفتوحات على بعضهم يجد الشخص اللي فيه الفيروس انتقل من مدينة لمدينة لمدينة، هيك حينتشر مني الوباء مش حنقدر نسيطر عليه. نعم طيب طيب دكتور، على حسب دراساتكم الآن وشكل الفيروس تحدثتي عنه، هل لا سمح الله إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة لحصر بؤرة الوباء، هل من الممكن مع شراسة هذا الفيروس الآن المتطور يعتبر، هل من الممكن أن تزداد أعداد المصابين بهذا الفيروس؟ مش استثناء، أنت شوف العالم كيف صاير فيه يعني. فنحن حنديروا سيكوينسينج للفيروس ونعرفوا النوع بتاعه، لكن مهما كان لازم نديروا الأشياء الاحترازية اللي تمنع انتشاره. نحن ما ناش استثناء، نحن مش أحسن من إيطاليا ومن أسبانيا ومن أمريكا ومن ألمانيا والعالم كله أن منا، فلازم نتخذ الإجراءات الوقائية. يعني في النهاية ما عندش علاج، هو هذا فيروس مطلوب أن المواطن يلتزم ويعرف خطورة الموضوع ويحافظ على نفسه وعلى أقاربه. إذا كان هم يعني إذا كان هم يحافظوا على أهلهم وأحبابهم لازم يتبعوا الإجراءات، لأنهم بيخسروا أحبابهم هذه مشكلة ثانية، هذا تبي وقفة تضامنية من الجميع. لازم نساعدوا فرد الأمن، يعني شفنا نحن كيف طلعوا على أفراد الأمن، أفراد الأمن هذوما أبنائنا وأخوتنا، فلازم نساعدوا بعضنا. لما أقول لك حجر مش معناها أنا جاي ضدك، لما تقول لي أنت أرزاق الناس أنا أقول لك أرواح الناس. فهذه فترة لازم نمر ولازم نعبر ببلادنا، الرد من حالتنا الأولى كنا في الحالة الصفر، نحن كان وضعنا ممتاز، لكن تو الوضع حقيقة مخيف وغير مطمئن نهائي. نعم شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال الدكتورة فتحية العريبي رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي.